قام مركز أمنيات بدبي الحفل الموسيقي الأول لدعم وتأهيل أصحاب الهمم وتشجيعهم على تعلم الموسيقى كجزء من دمجهم في المجتمع واكتشاف مواهبهم ودعمهم بشكل فعلي. إليكم تفاصيل الحفل الأول لهذه المؤسسة الإنسانية. نشكر أبنائنا الطلبة اللي ساندوا أخوانهم وأقرانهم وقدموا أعمال وساعدوا على هذا الدمج الجميل. إحنا الهدف من هكذا إيفنتات هو لتفعيل الدمج المجتمعي بين أبنائنا من أصحاب الهمم والطبيعيين. أشكر الإعلامية القديرة ستنا القديرة رقية حسن على قدومها وأشكر قناة الشرقية على تغطيتها لهذا الحفل. أول شيء أنا من كان آدم مشوش متشتت وما كان عنده ريد أشوف بالأخصار صار 13 سنة وكنت أريد أشوف على شنو الأشياء اللي أني I can improve his situation. فشفت الأستاذ مصطفى بالتلفزيون كان لقاء مع الأخت رقية فاتصلت بي وبدينا أول سيشن وأول جيرني وياه بالموسيقى وكانت أحلى جيرني لأنه حسيت الموسيقى وخصوصا البيانو اشتغلت على مناطق بالدماغ وفتحسيت الشانلز كلها انفتحت واشتغلت على ساعدت بالتركيز بالذاكرة ساعدت على الفاين موتور سكيلز بالنسبة لمن يستعمل كل أصابعه بوقت واحد على البيانو خصوصا يستعمل الإيد اليمنى والإيد اليسرى اللي هي تضرب إيعازات للدماغ. اشتغلت على السوشيال انتراكشن ويا الكيدز كان عامل مهم كلش لأنه حسيت صار إنه باندماجة بالمدرسة اندماجة من خلال الموسيقى قدر يطلع أو ينقل صورة ويا الأولاد إنه شون يندمج وياهم وصار عززت الثقة بالنفس بشكل كبير جدا. أنا أم طالب إبراهيم من أصحاب الهمم. طبعاً إبراهيم لاحظت عليه تطور جداً كبير عندما دخل في مركز أمنيات مركز ذو تأهيل عالي إضافة إلى أنه هو يحب يلعب على البيانو. هذا الشيء خلاه يتطور من ناحية أنه قوة عضلات الأصابع إضافة إلى أنه انطافت سكينة عالية لعب يعني عزف البيانو هو بحد ذاته جداً جميل وينطي للطفل الهدوء والسكينة والاستقرار. أنا هذا لاحظته بإبراهيم وقام يعزف وأنا ما تخيلت يجي يوم أشوف ابني من أصحاب الهمم راح يعزف هيك عزف جميل. تم استحداث مجموعة من الأقسام في مركزنا مركز أمنيات رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. هذه الأقسام مختلفة من حيث التجهيزات مختلفة من حيث الآليات تعتمد مناهج مختلفة في تطوير أبنائنا من مختلف الأمراض التي يعانون منها من مختلف القصور العقلي الذي يمتلكونه. مركز أمنيات نحاول أن يكون علامة فارقة في عالم المراكز بين باقي المؤسسات التي تعنى بتأهيل ورعاية أصحاب الهمم.